حضرنا اليوم انعقاد الدورة المجلس الإقليمي لوادي الذهب، واللي تطرق من بين المواضيع اللي تطرق لها موضوع وضعية قطاع الصيد البحري. حاولنا إظهار أهمية القطاع سواء فيما يتعلق بالبنيات التحتية التي توفر على الإقليم، ولا من حيث كذلك المفرغات التي تتم ببناء داخلها وبقرى الصيد التابعة للإقليم. كذلك تم إظهار كذلك الإمكانيات التي وفرها القطاع على مستوى التشغيل، واللي هي حقيقة مهمة جدا. وكذلك لا تتكلم بشكل يعني موسع على المشاكل التي تخبط فيها القطاع في سواء فيما يتعلق بالتسويق ولا فيما يتعلق بالقطاع بصفة عامة. شكرا.